عاد للانضمام الينا الدكتور عبد الرحمن الخالدي الكاتب والمحلل السياسي السوداني، اهلا ومرحبا بك دكتور. اهلا وسهلا بكم وبقناه الرافدين. حياك الله، بدايه كيف قراتم بيان الجيش السوداني الذي قراه عوض بن عوف النائب الاول لرئيس الدوله ووزير الدفاع؟ في الحقيقه البيان تاخر ساعات طويلة، والجميع جموع الشعب السوداني خرجت إلى الشوارع فرحة ومنتظرة لبيان قوي يعبر عن آمالها وطموحاتها. في الحقيقة البيان لم يكن في طموحات الشعب السوداني، الشعب السوداني يريد تغيير، يريد اسما جديدا، يريد أشخاص جدد، لا يريد استنساخ نظام جديد. فشخصية ابن عوف كونه أحد المصدومين أو أحد الموجودين في القائمة 51 المحدد الولايات الخارجية الأمريكية غير مرغوب. السودان يريد تغيير جديد، يريد شخصا يستطيع أن يبني علاقات خارجية قوية، ليس لديه أي مسارف. وحقيقة البيان في مجمله يعني يشمل حل المجلس الوطني وحل الحكومة وحل حكومات الولايات. حضرت في جوال لمدة شهر منذ العاشر مساء. أيضا تحدد عن حالة طوال 3 أشهر، وتحدد عن فترة انتقالية لعامين. فترة الانتقالية لعامين هي طويلة وغير مقبولة من جميع الشعب السوداني، والناس الآن موجودة في الشوارع وتتبقى ولن تقبل بتغيير غير حقيقي. طيب دكتور، هنالك أنباء كانت تشير إلى يعني مجادلات على من يقرأ البيان. بن عوف قرأ البيان بعد أن رفض رئيس الأركان ذلك، ما مؤشرات هذا الأمر؟ ربما جرت كثير من المحتيات على أرض الواقع، أن هنالك بعض الأسماء رشحت يعني تكون رئيسا للمجلس العسكري، أبرزهم الفريق الفاتح القرهان قائد القوات السودانية في اليمن، وشخصية مقبولة في السعودية وللخارج وللإمارات. لكن تأخر البيان كان يدل على أن هنالك اختلاف واضح، ولم يأتي البيان بالجديد. الناس منذ الصباح تعلم أن البشير قد عزل، وتعلم أن هنالك تغييرا، لكن كان الناس تنتظر من البيان أن يعبر عن ما هو المجلس العسكري. البيان تحدث عن اللجنة الأمنية، من هي اللجنة الأمنية، من هم أعضاؤها، من هم أعضاء المجلس العسكري. الآن الناس تنتظر البيان رقم 2 لتعرف ما هي المجلس العسكري. الناس لن تقبل ابن عوف كونه احد وجوه النظام القديم، يعني هو تحدث بعبارات قاسيه عن نظام البشير، لكن الناس تعرف انه من الناس الوجوه البارزه فترات طويله في النظام القديم. يعني هو طيب، انت اشرت الى ان عمر حسن البشير قد عزل، ما هو مصيره في الفترة المقبلة؟ فهذا يعني خيار غير مقبول للشعب. دكتور عبد الرحمن، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الرحمن الخالدي، عبد الرحمن الخالدي الكاتب والمحلل السياسي السوداني، شكرا جزيلا لك.